كان زعفران لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد الخيالي البارع يتواجد على المركز التاسع وعاشر المراكز. والتحدي هناك من الجانب الآخر والتدخل الرائع هناك من مناور. مناور من تدخل اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين. إذا نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هناك يتواجد ملازم ما زال على المقدمة، ما زال على الصدارة وعلى المرتبة الأولى في مسار هذا الشوط. هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني يتواجد هنا البترول ليتقدم في هذا المسار الصحيح لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي هنا بالشعار العناوي يتواجد في هذا الانطلاق. يتواجد هناك في التحدي الجميل مع هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي الظافر يتواجد على المركز الثالث ورابع المراكز. هباش هنا لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتفي الواثق هنا في المركز الثالث في هذه اللحظات. ننتقل مباشرة إلى خامس المراكز سوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير في عملية التدريب. أيضا يتواجد هنا شاهين لسمو الشيخ محمد خالد بن حميد الغاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والتدريب في المركز السادس في هذا الانطلاق. المركز السابع هنا وصل مدوش لسمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. أيضا يتواجد هناك مناور، تحرك مناور في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب والتدخل الرائع والمميز. هناك من الجانب الآخر التدخل الرائع والمميز كما تشاهدون هنا على قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث هذا المسار الجميل والرائع. هناك تدخل هناك مليحي لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي وخليفة بن سالم بن راشد الطريقي هنا في عملية التضمير والتدريب. الله 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 رقص رائع مميزا للغاية. وهناك زعفران لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي البارع في عملية التضمير. هنا يتواصل بانطلاقاته وتحدياته هناك زعفران. إذا العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هناك المقدمة، هناك الصدارة ما زالت مع ملازم، ملازم ما زال ملازما للصدارة والمركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وفي عملية التضمير والتدريب طارش بن مبارك بالقوبع هنا في عملية التضمير. يتواجد ثانيا هباش لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الاكتبي الواثق هنا يتواصل على المرتبة الثانية والمدرج نمبر 2. المركز الثالث هناك البترول، تحرك البترول في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. هناك يتواصل على المركز الثالث. المركز الرابع وصل هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي هنا يقود هملول إلى المسار الصحيح والانطلاق المميز. هناك يتواجد أيضا سوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاز اسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير. وأيضا يتواجد شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير. وصل الزعفران لهجن الرياسة مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الأخير. الله 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 بدت الحركة، بدأ الانطلاق المميز وما زال ملازم هنا على الصدارة، ما زال على المقدمة، ما زال على المركز الأول هنا في قيادة هذا المسار، في قيادة هذا السيل الأصيل لسيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع هنا في عملية التضمير. وصل البترول، تحرك البترول في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي هباش تواصل أيضا في هذا المسار لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير الاكتبي وتحرك هملول لهجن الرياسة، وعلي بن يميل الوهيب. يلا البترول 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 هناك على المقدمة، هناك على الصدارة، على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. وصل هملول، تحرك هملول، تجاوز هملول، تسلل هملول، انطلق هملول لهجن الرياسة، وعلي بن يميل الوهيب الظافر الظافر يقود هملول إلى هذا الانطلاق المميز. هناك هملول على الصدارة، على المركز الأول لهجن الرياسة، وعلي بن يميل الوهيب المركز الثاني البترول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي على المرتبة الثانية، ولكن المقدمة ما زالت مع هملول. انطلقوا هملول، الله 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 الله، ها هو هملول، ها هي انطلاقة هملول إلى خط النهاية. معلن هذا الانطلاق، معلن هذا التحدي الجميل، تهانينا. والناموس حمر، خطر مر وعبر، كله خطر كله خطر هناك على الصدارة على المركز الأول. تهانينا لهذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة هجن الرياسة، وتهانينا للمضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي على هذا الإنجاز الجميل. المركز الثاني وصل فيه البترول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، والمركز الثالث هناك هباش لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الاكتبي، والمركز الرابع هناك وصل على المركز الرابع سوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي وسهيل بن سالم العامري، والمركز الخامس هناك وصل على خامس المراكز زعفران لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من تواصل في عملية التضمير والتدريب. إذا شهدنا هملول من انطلاقة الفوز والناموس، وحقق هذا الناموس أهداه إلى هذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة هجن الرياسة، وإلى المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. شكرا يا أبو اليمايل، شكرا يا أبو سعيد على هذا الإنجاز الجميل. 10 دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وإلى المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. وصل على المركز الثاني، هناك وصل على ثاني المراكز البترول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. هناك 10 دقائق 19 ثانية 6 أجزاء من الثانية. وصل على ثالث المراكز هباش لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الاكتبي، محققا توقيت وغدرة 10 دقائق 20 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله.